لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. نجح فريق الوداد في العودة بنتيجة إيجابية رغم الخسارة ضد نادي الأهلي بهدفين لواحد، حيث كان فريق الوداد متأخر في النتيجة بهدفين لصفر قبل أن يسجل المهاجم سيف الدين بوهرة الهدف الوحيد ضد نادي الأهلي. شهدت مواجهة فريق الوداد ضد نادي الأهلي أخطاء فادحة من طرف مدافع النادي الأحمر، خاصة في لقطة الهدف الأول لنادي الأهلي، حيث ارتكب المدافع أمين فرحان خطأ فادحا بعدم خلقه للزاوية أمام الشحات، ومراقبة دون المستوى من اللاعب رضا الجعدي كانت وراء التمريرة الحاسمة نحو رأس المهاجم الجنوب أفريقي بيرسيتاو، والذي أعطى هدف التقدم لفريق الأهلي على حساب الوداد. كما أن يوسف المطيع يتحمل مسؤولية الهدف الثاني بخروجه المبكر نحو الكرة، مما فتح المجال أمام الشحات بإعطائه تمريرة حاسمة للمهاجم كهربا، والذي وجد الشباك فارغة بدون أي مراقبة من طرف المدافعين ليعطي الهدف الثاني لفريق الأهلي. كما أن المدرب البلجيكي فان دين بروك دخل بخطة مغايرة، وذلك باعتماده على دفاع متأخر واستقبال اللاعب ضد نادي الأهلي في مقابل الاعتماد على الهجمات المرتدة وانتظار أخطاء من دفاع الخصم.